جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ربما لهذا السؤال وجه آخر يقصده صاحبه، وهو أن رائحة الدخان تبقى عالقة ببعض الناس حتى وهو في المسجد، وحينئذ يتأذى المصلون والملائكة من رائحته. هل لكم من توجيه آخر شيخ صالح؟ هو صلاته في حد ذاتها صحيح، طيب، لكنه يأثم على تناول الدخان نعم. ويأثم على أذية الناس، يأثم على أذية الناس وعلى دخوله المسجد بالرائحة الكريهة، يأثم بذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل البصل وآكل الثوم، نهاه عن دخول المسجد نعم حتى يزيل هذه الرائحة. فيجب على من ابتلي بالدخان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك الدخان حتى يسلم من هذا الإثم ومن هذا الأذى. ولكن إذا لم يتوب إلى الله وكان فيه رائحة كريهة من الدخان، فإنه قبل أن يدخل المسجد يجب عليه أن يأخذ ما يزيلها من المنظفات أو من الأشياء التي تقطع الرائحة، يعالج هذا الأثر السيء، عالجه بأشياء تخففه أو تزيله. نعم، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.